أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. سبحانك يا رب. وسبح بحمده. سبحان الله. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أحسنتم يا شيخ. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إلى ربه سبيلاً.
وتوكل على الحي. صلى الله على حبيبي الله عليه وسلم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله أكبر. وسبح بحمده. سبحان الله سبحان الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله الله الله. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. تذكرتم يا شيخ زيدك أحسنتم يا شيخ. قد مات هذا المقام مقام وأنت أحييت المقام. سبحان الله زيدك بارك الله فيك. الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ما شاء الله عزيز. ثم استوى على العرش. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. قاري العالم الإسلامي. الله الله.
ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا. ما شاء الله فضل الله عليك يا شيخ. جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تكبير تكبير ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم الله جعلك الله قمرا منيرا بين السماء الغراء والجبدين عند لؤلؤ تلألأ في سماء الغراءات. ما شاء الله
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يستصعب هذا المقام لا يقرأ إلا والله هذا فضل الله عليكم. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله أكبر. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الله
الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. الله أكبر، ما شاء الله شيخ صالح، قراءتك تفسر وتكشف المعاني عظيما جدا. الله الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ما شاء الله ممتاز، مميز والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ما شاء الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا أحسن الوصف أحسن زادكم الله وعلم الله وعباده آمين آمين يا رب العالمين إلا من تاب
من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يتمايلون في هذا المقام خاص ما شاء ممتاز ما شاء الله جميل جدا ما شاء الله أفيدنا عيدنا فائدة إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه قد مات هذا المقام وأنت أحييت زادكم الله علما وعملا فمنا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ما شاء الله جميل جدا جدا هذا فضل الله عليك يا شيخ والله العظيم ما شاء الله تذكرت الشيخ شعشعاي رحمه الله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله
طويل ما شاء الله طويل. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا مروا باللغو مروا كراما الله يا ملك المقامات يا محرك الخروج ويا قاري العالم الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما أيوة ما شاء الله جميل. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الذين يقولون ربنا 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 هب لنا من أزواجنا وذرياتنا رزقنا الله جميعا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين Thank you.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. ما شاء الله أنك شمس القراء بازقة على رؤوس القراء، والقرآن يلمع في كتب السماوات وأنت تلمع في سماء القراء. ما شاء الله ما شاء الله. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. تكبير ما شاء الله. احسنتم والله الله 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 رزقنا الله جميعا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فسوف يكون لزاما. ذكرنا ربنا وزدنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟
مغلوب مغلوب ما شاء الله. حر يا شيخ حر ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء يا ملك المقامات يا محرك القلوب هذا فضل الله عليك ممتاز مميز ما شاء الله احسنت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء ما شاء الله شيخ حرك لا نملك لأنفسنا ولا يملك هؤلاء الحاضرون والمستمعون لأنفسهم لأمثال قراءتك ما شاء الله الله يبارك فيكم ما شاء الله زاد الله والله العظيم والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا ولأنعامكم الله أكبر الله أكبر
لا الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ ما شاء الله شيخ الله الله أحسنتم اقرأ باسم ربك الذي خلق سبحانك يا رب خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
صدق الله.